أهلا بكم في السلطة الرابعة وإلى العناوين. في وكالة رويترز، محققو الأمم المتحدة يكشفون بأن الحوثيين لم ينفذوا الهجوم على منشآت النفط السعودية. وصحيفة العرب الجديد تكتب صحفيو اليمن جوع وتشرد. في صحيفة الأيام، مصادرة المنح مشكلة تواجه طلاب اليمن في الهند. أفاد تقرير سري للجنة العقوبات في الأمم المتحدة بأن حركة الحوثيين باليمن لم تنفذ الهجوم الذي استهدف منشآت نفط سعودية في سبتمبر أيلول، مما يعزز الاتهامات الأمريكية لإيران بالمسؤولية عن تلك الهجمات بحسب ما نقلت وكالة رويترز. إذن بحسب هذه الوكالة، فقد اتهمت الولايات المتحدة والقوى الأوروبية والسعودية إيران بتنفيذ هجوم 14 من سبتمبر أيلول على منشآت النفطية لشركة أرامكو السعودية في أبقيق وخريص، رافضة إعلان الحوثيين المتحالفين مع إيران المسؤولية عن الهجمات. نفت كذلك طهران ضلوعها في أي هجوم. قال تقرير الخبراء المستقلين للأمم المتحدة إلى لجنة العقوبات الخاصة باليمن بمجلس الأمن إنه على الرغم من ادعاءاتهم بخلاف ذلك، فإن قوات الحوثيين لم تنفذ الهجمات على أبقيق وخريص في 14 من سبتمبر لعام 2019. بيّنت الوكالة كذلك بأن نتائج تقرير الأمم المتحدة جاءت وسط تصاعد لحدة التوتر في المنطقة بعد أن قتلت الولايات المتحدة القائد العسكري الإيراني قاسم سليماني في بغداد، وقيام طهران بالرد وذلك عن طريق إطلاق صواريخ على منشآت عسكرية تستضيف قوات أمريكية في العراق. علق الكاتب الأمريكي في موقع ذا هيل الأمريكية، قال فيه: حان دور اليمن ليكون واحدا من ساحات القتال الرئيسية في الصراع الإيراني الأمريكي، خصوصا في ظل التوتر الذي أعقب مقتل قاسم سليماني بغارة جوية أمريكية في العراق. بيّن إذن ديفيد أنه وفي الأسبوع الماضي تعهدت القيادة الحوثية بالوقوف إلى جانب الشعب الإيراني كجزء من محور المقاومة بقيادة إيران، وفي مثل هذا السيناريو من المرجح أن يستهدف الحوثيين وداعميهم الإيرانيين ثلاثة مصالح أساسية للولايات المتحدة وحلفائها. يمكن أن يهدد الحوثيين مجرى البحر الأحمر الاستراتيجي التي تمتلك على صواريخ كروز مضادة للسفن وأجهزة متفجرات ذاتية محمولة بالمياه وأنظمة أسلحة متطورة أخرى يقدمها الإيرانيون إليهم حسب قول الكاتب. يقول كذلك: لن يتورع الحوثيين عن استهداف هذا الممر المائي في حالة حدوث تصعيد شديد كما فعلوا منذ العام 2015. تم توثيق 40 هجوم بحري للحوثيين في مضيق باب المندب والبحر الأحمر. إن قدرات الحوثيين في البحر الأحمر إلى جانب وصول إيران إلى مضيق هرمز في الخليج الفارسي يمكن أن يسبب حالة عدم استقرار هائلة في إمدادات النفط العالمية، ويمكن لجماعة الحوثي أن تزيد من وتيرة هجمات الصواريخ البالستية والطائرات من دون طيار مع توسيع قائمة أهدافهم في الخليج. إلى الصحف العربية، حيث سلطت صحيفة القدس العربية على خطاب عبد الملك الحوثي الذي أعلن فيه تأييد جماعته لإيران ولعملياته العسكرية ضد القوات الأمريكية في العراق. إذن في هذا الصدد أوضح الحوثي أن جماعته في مرحلة متقدمة عسكريا وهي أقوى من أي وقت مضى، وأن النجاحات العسكرية القادمة ستكون أعظم مما تحقق، في إشارة لتهديد السعودية التي تعرضت خلال السنة الماضية لضربات عسكرية حوثية في عمق المنشآت الحيوية السعودية وفي مقدمتها المنشآت النفطية والمطارات الرئيسية. كذلك قالت الصحيفة بأن الرياض أبدت مرونة كبيرة مؤخرا في التعامل مع الحوثيين، وخفضت الغارات الجوية لمقاتلات التحالف في اليمن ضد الحوثيين، وأبرمت معهم صفقة تبادل أسرى في خطوة قرأها البعض بأنها خطوة عملية للتهدئة ولبناء الثقة بينهما
يكون ذلك تمهيد لدخول الطرفين في مباحثات شاملة لوقف الحرب خلال العام الجاري وفقاً لتوقعات العديد من المراقبين. ساهمت الحرب بما خلفته من انقسام سياسي وطائفي وعنصري، ساهمت في تسريح مئات الصحفيين وهروبهم أو انقطاعهم عن أعمالهم في كل من صنعاء، عدن، تعز وكثير من محافظات البلاد، وهو ما شكل إلى جانب انقطاع مرتبات الصحفيين في القطاع العام منذ أواخر العام 2016 شكل أزمة إنسانية وإسكان كبيرة نتيجة عجزهم عن سداد إيجارات مساكنهم. إذن أوضح العديد من الطلاب، لكن قبل ذلك نتحدث عن الصحفيين. إذ التقت صحيفة العربي الجديد بالصحفي اليمني جميل مفرح والمهدد بالطرد من شقة سكنية يقطنها بالإيجار، وتناولت الصحيفة تقريرا حول الأوضاع المعيشية التي يعيشها صحفيو اليمن. بيّنت الصحيفة في تقريرها أن مفرح واحد من بين مئات الصحفيين اليمنيين الذين فقدوا مصدر دخلهم بعد توقف لمئات الصحف الورقية في البلاد منذ بدء الحرب قبل 4 سنوات، وهو أب لثلاثة أطفال ويعيش في شقة لا تتجاوز قيمة إيجارها 58 دولار بمعدل 32,000 ريال يمني. ركزت الصحيفة في تقريرها على الصحفي نبيل الشرعبي كذلك، الذي اختير في العام 2014 ضمن أبرز 10 شخصيات في مجال مكافحة الفساد في اليمن. ترك العمل الصحفي مع اندلاع الحرب وسلك طريقا آخر يقضي خلاله كل يومه في تجميع العلب البلاستيكية من النفايات، يجوب شوارع صنعاء بحثا عن رزق يقتات منه وأطفاله. بعيدا عن العمل الصحفي الممجد والممجد للسلاح والقتل والمبرر للجرائم واحتلال الأرض تحت مظلة التحرير، إلى الصحف المحلية، حيث قال الصحيفة 26 سبتمبر إن مستشار رئيس الجمهورية الدكتور أحمد عبيد بن دغر أكد أنه تم الاتفاق على كثير من الخطوات العسكرية والأمنية والسياسية والذي سيجري تنفيذها بالتزامن مع تعيين محافظ ومدير أمن عدن خلال الفترة القريبة القادمة سيتم الإعلان عنها. كذلك لفت الدكتور بن دغر إلى حرص فخامة الرئيس هادي على نجاح تنفيذ اتفاق الرياض بما يخدم تحقق الأمن أو تحقيق الأمن والاستقرار في المحافظات المحررة ويحافظ على وحدة اليمن وينهي الصراعات الداخلية ويوجه المعركة باتجاه العدو الحقيقي وهو المشروع الانقلابي. دعا كذلك ميليشيا الحوثية الانقلابية بالعودة إلى طاولة الحوار والتخلي عن مشروعهم الإيراني وبتمسكهم بالجمهورية والدولة الاتحادية، الأمر الذي سوف يختصر الكثير من الوقت نحو تحقيق السلام الذي يتطلع إليه الشعب اليمني. مصادرة المنح مشكلة تواجه طلاب اليمن في الهند. بهذا العنوان نشرت صحيفة الأيام تقريرا أشارت فيه إلى أن الطلاب اليمنيين يشكون من عملية التلاعب بالمنح المقدمة من المجلس الهندي للتبادل الثقافي من قبل السفارة اليمنية في نيودلهي. إذن أوضح العديد من الطلاب المبتعثين في الهند بأن أبناء مسؤولي السلك الدبلوماسي استحوذوا على منح الطلاب اليمنيين لا سيما ذوي الدخل المحدود، مؤكدين عزمهم على سلوك الطرق القانونية لمحاكمة طاقم السفارة بالكامل وإقالتهم. أدان طه المفلح المسؤول الإعلامي في الاتحاد العام لطلاب اليمن بالهند عملية تلاعب السفارة بالكشوفات التي تم رفعها إلى المجلس الهندي للتبادل الثقافي والذي استحوذ فيه أبناء مسؤولي السلك الدبلوماسي على منح الطلاب اليمنيين ذوي الدخل المحدود، مؤكدا في حديثه للأيام أن العبث بمستقبل الطلاب والمخالفة الصريحة لقوانين السلك الدبلوماسي لتحقيق أغراض شخصية لن يمر مرور الكرام. وفي المواقع المحلية، البداية من موقع المصدر أونلاين، حيث قال رئيس منتدى الشرقي للدراسات في محاضرة ألقاها في مقر المنتدى بمدينة اسطنبول وضاح خنفر بأن جماعة الحوثيين وطالبان هما أكثر حلفاء إيران جاهزية للرد على مقتل سليماني. استبعد كذلك خنفر أن ترد بشكل مباشر إيران، مشيرا إلى أن لديها فرصة أفضل
في الرد عبر أحد وكلائها في المنطقة وحتى عبر أكثر من وكيل ممن كانت تربطهم بسليمان علاقة مباشرة وكان له فضل عليهم. وفقا لمراسل الموقع فقد قال إن حركة طالبان في أفغانستان هي الأخرى مرشحة للقيام بمهمة الرد عبر استهداف القوات الأمريكية التي تخوض معها حربا لم تتوقف بعد. أشار خنفر إلى أن حركة طالبان هي أحد حلفاء إيران وأشار إلى الرعاية التي يحظى بها الحوثيون من قبل قاسم سليماني ضمن استراتيجية في تقوية أذرع إيران في المنطقة لاستخدامهم لخوض حروب خارج الأراضي الإيرانية دون أن يكلف إيران دماء أو أموال. حول الوضع الاقتصادي ذكر مراسل موقع المشاهد نت بأن وزير المالية سالم بن بوريه قال إن الإجراءات التي اتخذتها جماعة الحوثي مؤخرا تهدف إلى تدمير الاقتصاد الوطني مشيرا إلى تضاعف عمليات غسل الأموال منذ انقلاب الحوثيين على الدولة. وفقا للموقع فقد كشف بن بوريه عن قيام مجموعة العمل المالية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بإدراج اليمن ضمن القائمة السوداء والتي تضمن الدول أو تتضمن الدول الأكثر ضعفاً في مكافحة غسيل الأموال بسبب إجراءات الحوثيين المالية. أشار كذلك وزير المالية إلى أن تعطيل الحوثيين للمؤسسات الرسمية أدى إلى إيقاف كثير من البنوك العالمية التعامل مع البنوك اليمنية مما زاد تعقيدات وتكاليف التعاملات المالية، وأيضا أضاف أعباء على المواطنين مشددا على ضرورة رفع البنوك والمؤسسات المالية لقدراتها في الالتزام بمتطلبات مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب باعتبارها آفة أنهكت اقتصاديات الدول، مؤكدا جدية الحكومة في تطبيق قوانين مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب. آفة طويلة الأمد، الألغام في تعز، موت مزروع تحت أقدام اليمنيين. بهذا العنوان نشر موقع يمن مونيتور تقريرا قال فيه إن مدينة تعز تعد من أكبر المدن اليمنية المزدحمة بالسكان والمتأثرة بالحرب في نفس الوقت، حيث يتقاتل الحوثيون والقوات الحكومية المعترف بها دوليا في أكثر من 23 جبهة قتال في محافظة تعز. إذن تقول تقارير رسمية طلع عليها يمن مونيتور بأن 18 مديرية في تعز من أصل 22 مديرية أخرى تعاني من الألغام التي زرعها الحوثيون بطريقة عشوائية. بسبب ذلك فهي تتصدر قائمة المحافظات الأكثر تأثراً بالألغام، حيث خلفت كذلك عشرات المصابين والمبتورين وبعضهم فارق الحياة، ولا فرق هنا بين طفل وامرأة وبين كبير وبين رجل عسكري وآخر مدني وبين الحيوان والإنسان، فالألغام لا تعرف التفريق. حتى عام 2015 تصاعدت وتيرة الحرب في البلاد، كان المدنيين لا يزالون يدفعون ضريبة آثار الألغام المزروعة بمناطق الصراعات التي سبقت إعادة توحيد اليمن في العام 90، وذلك خلال الحرب الأهلية لعام 94، حيث بقيت الألغام تهديدا مستمرا لحياة المدنيين على مدى السنوات الماضية. لكن الأمر الآن يفوق ذلك بكثير، فمئات الآلاف من الألغام منتشرة في معظم اليمن كفيلة بتحويل البلد السعيد إلى البلد الأولى الملغومة منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية. في الختام أترككم مع هذا الكاريكاتير.